نرجع مرة أخرى للدوري الممتاز. النهاردة كان في كثير من الحالات اللي ممكن نقول عليها مثيرة للجدل، وكان عليها خلافات في الآراء التحكيمية. كالعادة نسمع الآراء التحكيمية من الخبراء التحكيميين وخبيرنا التحكيمي الدائم الرائع المميز كالعادة الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، يقول لنا رأيه في الحالات التحكيمية في مباريات اليوم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. وحضرتك طيب وبخير. طيب، واحده من الاكثر الحالات الاثاره للجدل اللي اتكلم عنها ناس كثيره جدا على السوشيال ميديا وحتى المحللين، هي كوره لصالح الاتحاد السكندري ركله جزاء لم يحتسبها الحكم، كانت ضد عمرو سولية لاعب النادي الاهلي. هل هذه اللعبه تستحق ركله جزاء ولا لا؟ في الدقيقة 84 إهمال من عمرو السولية في منطقة جزاء النادي الأهلي، لم ينجح كلاعب الكورة وتدخل بإهمال مع مهاجم الاتحاد السكندري، فدي ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب، وللأسف الفار ما قالش للغندور يروح يشوفها، وطبعا ده خطأ كبير من حكم الفار اللي موجود، وطبعا حكم غلط خطأ كبير من الحكم الموجود، وطبعا ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للاتحاد السكندري في الدقيقة 84. ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب. عارف ارجع برضو يا كريم لركله الجزاء الاهلي، هي ركله الجزاء صحيحه. لا طب قبل 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 ما نروح لركله الجزاء الاهلي، حضرتك بتقول لي ان ركله الجزاء دي التي لم تحتسب ضد عمرو السولية هي ركله جزاء صحيحه لصالح الاتحاد السكندري. طيب تمام. في ناس قالوا انه هو داخل بكتفه، داخل هو ماشي مع الكوره، يعني الكلام اللي بيتقال، يعني انا بس بتناقش مع حضرتك. بص يا كريم، احنا بنتكلم كتحكيم. الصدام او الالتحام اللي حصل للرجل في الرجل او الفخذ في الفخذ، ده التحام حصل اهمال من عمرو السولية. انا بعاملك يا عمرو لو انت خدت الكوره ما عنديش مشكله معاك خالص، لو لعبت الكوره ما عنديش مشكله معاك خالص، لكن الاحتكاك اللي حصل الرجل في الرجل او الفخذ في الفخذ، مش الكتف في الكتف. اوكي، فرق كبير جدا. لو الكتف طبعا. في الكتف اقول لك اوكي ده التحام طبيعي جدا وكتف في الكتف، لكن انت دخلت ما خدتش الكوره، عملت اعاقه للمهاجم، الفخذ في الفخذ او الرجل في الرجل، وبالتالي دي ده اهمال من المدافع الاهلي او لاعب نص الاهلي عمرو السولية. طيب. الكره دي لو في نص الملعب في اي مكان في الملعب ركله حره مباشره على اللاعب الاهلي، وما دامت الخطا حصل داخل منطقه الجزاء باهمال فهي ركله جزاء. طب سؤال، السؤال الدائم اللي بسالوك دايما في الظروف اللي زي دي، فين الفار؟ للاسف ما بقول لحضرتك الفار لازم يدي فرصه ان الحكم يشوفها. يعني الفار لازم يبقى عنده الحس ان هو اللعبه دي تستحق ركله جزاء، ولازم يقول له تعالى شوفها، وزي بالظبط ما عمل في لعبه الاهلي. لعبه الاهلي اللي تم احتسابها ركله جزاء صحيحه، تم احتسابها في الدقيقه 14، الكوره اتلعبت في صدر اللاعب الدفاع المدافع الاتحاد، ومن صدر الايد اللي موجوده في وضع غير طبيعي مكبره الجسم، وبالتالي ركله جزاء صحيحه، الحكم ما شافهاش في الملعب. وبالتالي هو ده خطا، الحكم ما شافوش في الملعب، جه الفار استدعاه شافها وبارتياحيه خالص رجع بركله جزاء، واحتساب بركله جزاء صحيحه، وتميز من الفار وتميز من الحكم ان رجعت للقرار الصح وركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. طيب، وبالتالي كان لازم يعمل ده في نفس اللعبه في ركله جزاء الاهلي. طيب، ضربه جزاء الاهلي صحيحه؟ لا صحيحه، ما انا بقول لحضرتك ركله جزاء الاهلي صحيحه. الكوره الاول خبطت في الصدر، خبطت في صدر لاعب، مش لعب الكوره، اللعيب خبطت في صدره وجت في ايده اللي في وضع غير طبيعي مكبره الجسم، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها، وده طبعا تميز من الفار وتميز من الحكم ان اكتشف الحاله وابتدى الحكم نفس الكلام، يعني نفس الكلام نفس المعيار، خدوا ركله جزاء الاتحاد الذاتي لم تحتسب. صحيح، كان واجب على حكم الفار يستدعي الحكم يشوفها وياخد فرصه ثانيه عشان برضه يدي الاتحاد حقه ويديله ركله جزاء.